يعني بعد يوم بنكتشف او بعد يوم بعد يوم بنكتشف نوافذ اعلاميه غربيه بتتناول احداث العدوان على غزه بتضليل واكاذيب ومحاولات متكرره لتبرير قتل المدنيين الفلسطينيين. فعلا منا تعالوا نتعرف مع حضراتكم على معالجه الصحف الامريكيه لاخر التطورات في غزه مع دكتور توفيق حميد الباحث السياسي من الولايات المتحده الامريكيه. صباح الخيرات على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا حبيبي واهلا بيكوا دائما. نبدا مع حضرتك من الواشنطن بوست واكثر من مقاله تحليليه بتتحدث عن ازدياد الكراهيه تجاه المسلمين، منها مقال مثلا بيتكلم عن التخوف من هجمات ارهابيه ممكن تستهدف الولايات المتحده الامريكيه، مقاله اخرى بتتكلم عن تطلعات اسرائيل في قطاع غزه للوصول الى انتصار. شايف اهم العناوين والمنشطات ازاي في الواشنطن بوست النهارده؟ شوف حضرتك، هو الواشنطن بوست هنا بتحلل حاجه متوقعه بالنسبه لهم، اللي هو ان ما حدث في غزه والضرب والصراع ده في نظرهم او في تصورهم ان هو ينتج عنه كراهيه زائده لاسرائيل، وان المجتمعات الاسلاميه بترى ان امريكا واسرائيل الى حد ما بيمثلوا يعني اتجاه واحد او علاقه وطيده جدا ودائما مدعومه بها، وده اللي حصل في الاونه الاخيره. الدعم كان واضح جدا، فهم متوقعين كتوقع يعني ان هو ده هينتهي بيه الامر، ان هو الحنق والغضب على الولايات المتحده ممكن يتسبب في بدايه عصر اخر من الارهاب ضد المصالح الامريكيه. فبيبداوا ايه يحطوا توقعاتهم لهذا الامر، لدرجه ان البنتاجون نفسه بداوا اجهزه المخابرات بداوا يضعوا ايه هذه السيناريوهات ويناقشوها كاحتمالات ان ممكن يتم ايه وايه وايه، وبدات تدخل في الصوره مره اخرى موضوع الارهاب ضد امريكا كرد فعل ايه لدعمهم لاسرائيل في الموضوعات اللي حصلت في غزه دي الاخيره. اكيد. خلينا ناخد موضوع تاني من نفس الجريده، اعلنت وزاره التعليم ان منطقه مدرسيه واحده وست كليات بما في ذلك جامعه كيرنل وكليه ويلسلي بتخضع لتحقيق من قبل وزاره التعليم وسط مزاعم بمعاداه السميه والاسلاموفوبيا. لو حضرتك تكلمنا عن التفاصيل. شكرا لك، دي نقطة لطيفة مهمة جدا. شكرا. ان حدث فعلا ان هو في نفس الاماكن بقى في زيادة في الحاجتين، كراهية اليهود اللي هي الانتسيميتيزم كراهية اليهود ده مفهومه يعني العام، والاسلاموفوبيا كراهية للمسلمين. هو اللي حاصل كالاتي، ان هنا المجتمعات او الشبابيه بالذات في الطلاب والجامعات وكده عندهم درجه عاليه جدا من الحماس السياسي في الامور دي، يمكن بدرجه اعلى من الكبار، ونشطين جدا، وفي جاليات كبيره عربيه ومسلمه، فدي غالبا هتظهر ايه نوع من الدعم ل او يعني ما اقدرش اقول حماس، بس اللي حاصل هيبقى في دعم ايه لوضع حماس للمقاومه الفلسطينيه كتير انها اموري للمقاومه الفلسطينيه اللي موجوده على الارض. ايوه يعني بالظبط، يعني اللي حاصل دلوقتي فهيبقى ضد اسرائيل وهيبقى فايه اللي حاصل ان هو دول بينظروا الناس الثانيه بقى ينظروا لهم ان دول بيدعموا الارهاب، يبدا يكرهوهم ويحصل حاجات عنف ضدهم وشتائم وكذا، ويبدا عمليه نوع من الايه الكراهيه ليهم، فتبقى دي تسمى اسلاموفوبيا اللي هي الكراهيه من الاسلام. ان هو واحد واخد موقف ضد اسرائيل هنا، فالناس هنا هيبصوا له الشباب اللي حواليه ان انت واقف ضد اسرائيل يبقى انت بتدعم الارهاب، يبقى انت كذا وانت بتدعم في 11 سبتمبر، ويبداوا يكرهوه وممكن يشتموه مثلا عشان اسمه كذا او كذا، وتبص تلاقي اسمه اسلامي مثلا، وتبص تلاقي حصل ايه هنا اسلاموفوبيا كراهيه للاسلام. وده ممكن يخلي في نفس الوقت في نفس السكول هتلاقي في نشاط قوي جدا للطلبه المسلمين والعرب بيحاولوا يظهروا ما يحدث في غزه ويجيبوا صور للاطفال وغيره، فتبص تلاقي دول بيظهروا كده فكانه فيتهموهم النهارده دول بمعاداه الساميه ان هم ضد اليهود. هو لو بدا يتكلم على هذا الامر فحاصل كومباينيشن او خليط
وما عمري ما شفته، وصعب جدا تصوره، ان في نفس المكان في بقت كراهيه للمسلمين اللي بيدعموا اللي واقفين ضد اسرائيل في الحرب الحاليه، وكراهيه لليهود عشان هم بيدعموا اسرائيل. يعني اللي ضد اسرائيل بيتكره، بقت واخد بالك، بقت اسلاموفوبيا، واللي مع اسرائيل اللي هو اليهود بيتكره من المسلمين ومن العرب والفلسطينيين. ففي صراع داخلي شديد جدا، تحط معاه حماس الشباب، تبص تلاقي دخلت في معادله غريبه جدا، وهو ده اللي حاصل دلوقتي. طيب دكتور توفيق، يعني كلام مهم حضرتك بتقول لنا انه ده ممكن يغذي الكراهيه، وشفنا جرائم كراهيه بتحصل للاسف، القتل اللي حصل لاحد الاطفال في احدى الولايات، وجرائم بتزداد بشكل كبير. عايز اسال حضرتك على نقطه، هل في صوت عربي شبابي مدني داخل الولايات المتحده الامريكيه ممكن ينقل الروايه العربيه الفلسطينيه بطريقه تقنع الرأي العام الأمريكي؟ لأنه بعيدا عن فكرة الكراهية والمنظمة الإرهابية أو غيره اللي بتوصم بها المقاومة في فلسطين، هل في صوت معتدل ممكن يوصل روايتنا العربية والفلسطينية للرأي العام الأمريكي؟ ده سؤال حلو جدا وهام جدا بصراحة، أشكرك عليه، يعني أشكر فريق الإعداد عليه، لأنه فعلا سؤال في غاية الأهمية، إن هو هل في صوت معتدل هنا يقدر هو. أنا أقول لحضرتك حاجة، أنت كده فعلا يعني عارف زي ما تقول إيه، لمست يعني اتكلمت على النقطة الحرجة الحساسة في الموضوع ده. إن اللي حاصل هنا لما حد بيجي ينقل الصورة حضرتك بيبقى متعاطف بزياده. صحيح. بدرجه انه ممكن بيحيد عن الحياديه، ما بيبقاش محايد في حكمه، فدي بتبوظ الرساله. يعني انت عارف لو انت جيت مثلا يعني تنقض مثلا ضرب معين في ما حصل مثلا ضد مثلا مدنيين في حته معينه، جدلا مثلا في مستشفى معينه، لو انت جيت تنقض كده مثلا وانت لا تنقض حماس بقوه فيما فعلته من جرائم ايضا، فصوتك مش بيوصل. صحيح. يقول لك ده انت منحاز كده. انا اعتقادي ان الجاليات العربيه، ودي نقطه مهمه كويس قوي ان حضرتك اثرتها، ستبلي بلاء افضل في توصيل قضاياهم لو بداوا يعالجوا الامر من منظور في شيء من الحياديه وليس العواطف فقط. هم حاليا بيتحركوا بالعواطف، فبتخليهم ايه، مش قادرين ينقضوا النفس او الذات في اي شيء. فبينقوا عن ان هم ينقضوا تصرفات لحماس، يعني المفروض هو لو نقل الصوره ونقض حماس، الاخر هيستمع له حينما ينقض ما تفعله مثلا اسرائيل احيانا. فهو دي النقطه، انت تحتاج لنوع من الفكر اللي بيعرض الامر وفي نفس الوقت عنده درجه من الحياديه. احنا هاخد من كلام حضرتك على موضوع اسرائيل دكتور، فبيخلي حضرتك سامعني دكتور؟ فاهمك غلط، فاهم، او يعني بيبص لها بطريقه انت كده منحاز، فما بياخدش كلامك حتى لو كنت صادقا بصوره جاده. يعني تاكيدا لكلام حضرتك، نيويورك تايمز بيتكلم عن تقرير عن الزياره المراقبه اللي قامت بها اسرائيل للصحفيين في مستشفى الشفا، وتاكدها ان ما قدمته اسرائيل من وجود انفاق لم يكن كافي. هو فعلا كذا صحيفه أثارت هذه النقطة، إن هو إسرائيل اتكلمت كتير جدا عن وجود السنتر أو المركز الرئيسي لحماس تحت الشفا، وده كان تفكيرهم إن هو لو حماس هتحط مكان أأمن حاجة ليها تبقى تحت مستشفى، ما فيش حد هيقدر يقرب لها، فهم ده كان تصورهم، بس اتكلموا بثقة زائدة، كانوا بيتكلموا إنه شبه يقين إن هم هيلاقوا كذا وكذا وكذا، ودي طبعًا كانت إيه شوية صادمة إن هو ما تلاقاش ده اتلقى فتحة لدخول الخنادق وأسلحة محدودة جدًا، ولم يوجد اي شيء قوي يدل، لدرجه ان فوكس نيوز نفسها كانوا بيتكلموا وطلبوا من القوات هناك ان هم يدخلوهم احد الخنادق ويتصوروا هناك ويصوروا ويشوفوا، رفضوا. فالحته دي في الصحافه الاسرائيليه، وكان احد الاخطاء الكبيره الاعتقادي من الجانب الاسرائيلي ان هو تكلم بثقه جدا عن يقينيه ان هم هيلاقوا تحت مستشفى الشفاء.
وعلى ارض الواقع ما حصلش، ودي عامله واللي موجود لا بيقولوا في شويه حاجات، ولكن ليست بالثقه الكافيه انها تقنع. صحيح، وده حتى لم يقنع كمان ايضا، لم يقنع الداخل الاسرائيلي حتى الان، يعني الداخل الاسرائيلي لم يقتنع بهذه الروايه الاسرائيليه انه في مقر لحماس المقاومه اسفل مجمع الشيفا. بشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءه الوافيه دكتور توفيق حميد، المباحث السياسي في شؤون الشرق الاوسط.